تحية طيبة مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة السودانية 24 والمتابعين أينما كنتم. نلتقيكم اليوم بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون هنا قسم الدراما الإذاعية ومنتدى الدراما الإذاعية في السودان. متابعة طيبة. باسم العاملين في إدارة الدراما والموسيقى والوثائقيات نرحب بكل الضيوف الذين حضروا الآن لمتابعة هذا المنتدى، وهو منتدى تقييمي لتجربة إدارة الدراما في الفعل والإبداع الدرامي في الفترة السابقة. وفي هذا اليوم نحن نتوقع من الحضور الكريم الموجود أن يكون هنالك نقاش بكل صراحة وبكل وضوح، خاصة وبيننا علماء في هذا المجال وبيننا ممارسين لهذه المهنة، ونحن حقيقة نحتاجكم في هذا اليوم لكي نسمع منكم ما يفيد القسم أو إدارة الدراما في أنها تمشي خطوات إلى الأمام. كما تعلمون أن دراما راديو مدرمان دراما قديمة منذ الأربعينات بدأنا ننتج في هذا العمل الموثق حقيقة في مكتبة الإذاعة اللي هو من 1953 للمخرج الكبير أحمد عاطف. في هذا اليوم نحب برضو أن نحيي ونشكر كل المتعاونين مع الدراما من داخل الإذاعة ومن خارج الإذاعة. يعني نشكر إخواننا الفنيين الذين يقومون بالتسجيل والمونتاج والذين يعملون ليل نهار لإسماع دراما راديو مدرمان لكل المستمعين. نشكر الكتاب الذين ظلوا يكتبوا لراديو مدرمان والذين ظلوا يبدعوا لراديو مدرمان. الشكر أيضا موصول لكل الإخوة الممثلين وللإخوة الموسيقيين ولكل من ساهم في دراما راديو مدرمان. حقيقة دراما راديو مدرمان في السنين أو السنتين الماضيات كما سيتفضل الأخ مخاوي بسرد هذا الأمر، نسبة الإنتاج كانت نسبة عالية والحمد لله على ذلك، ولكن كان يقف وراء ذلك اللي هو لجنة دراسة المسلسلات، وهذه اللجنة توقفت طويلا. استطعنا في خلال العام الماضي أن نعيد لهذه اللجنة مكانتها وأن نعيد إنها تستطيع أن تقيم الأعمال الدرامية، وهي البوابة الأولى أو الحارس الأول للدراما في إذاعة مدرمان والإذاعات الأخرى التي تنضوي لإذاعة مدرمان. نحن حقيقة أردنا من هذا المنتدى كما أسلفت أن نسمع منكم، ونحن نصب أعيننا شيء واحد، نحن إن شاء الله نسعى بسعي حسيس جدا أننا في نهاية هذا العام نطلق إذاعة دراما الراديو دراما راديو مدرمان. إن شاء الله ستكون هنالك إذاعة، وهذه الإذاعة حتهتم بكل الإرث الدرامي اللي موجود في إذاعة مدرمان اللي هو من 1953 إلى تاريخ اليوم. الشكر أيضا موصول لإخواننا في تلفزيون السودان، وشكري خاص لأستاذنا الكبير محمد عبد الرحيم قرني. حقيقة نحن لو دارين نتحدث عن قرني حيكون كلامنا كثير جدا بحكم التاريخ بحكم التجربة بحكم التفاعل الحقيقي اللي وجدناه منه في إدارة الدراما إبان إدارتنا لهذا الأمر. كثير من الأخوان النجوم موجودين، أستاذنا أمير وأخونا غدير وعبد الحكيم وعبد العظيم وكل الشباب الموجودين، إحنا بنشكركم كثير جدا. الدكتور عبد الحفيظ، كل الأخوان، الأستاذة ميسون، مرحب بك ميسون في مجال الدراسات النقدية، وميسون ساهمت معانا وكتبت عننا في حياة كثيرة جدا وعندها أشياء معانا كثيرة إن شاء الله أتمنى أنها تتواصل. يعني إحنا شاكرين ومقدرين. التحية والتقدير لأخونا مخاوي
نشكرك يا مخاوري انك تصديت لهذا الامر وكتبت، ونحن سعيدين جدا ان نسمع منك ما كتبت. وانا بعد كده بنقول الميكروفون لاخي الاكبر مصعب الصالح. الجلسة جلسة تفاكرية ومؤانسة في حضرة الدراما الشيء اللي أنتجناه في خلال هذا الموسم. دراما راديو مدرمان 2022، وبرضو الأخ طارق نشكر برضو أخواننا في إدارة التدريب، دائما هم يمكن نحن لأنه ناس الدراما ده المزعجين وطوال دارين نعمل حاجات ونشتغل وكده بيتحملونا، فمشكورين أستاذ فوزي، شكرا لكم على ترتيب هذه الجلسة والاستضافة المفاكرة النقدية. أنا طبعا دوري كان تعقيب في البداية، بس حبيت أسلم عليكم، لكن بكرر الشكر برضو لأجهزة الإعلام الجاد غطت هذا المنتدى، وأنا بتصور المنتدى ده مع الأخت إيمان وأمينة هو حيكون منتدى دوري. نحن حقيقة بنشتغل لناس للمستمعين، لكن برضو بنشتغل للمهتمين والمتخصصين، فبنحب نشوف دائما شغلنا ده يعني بضاعتنا دي ماشية وين، قيموها الناس والناقصة شنو يتموه معانا، لأنه آراء المتخصصين برضو عندها أهميتها زي آراء المستمعين الناس نحن بنشتغل في خدمته. دائرة أقول برضو حاجة بسيطة، الحقيقة الإنتاج الدرامي الحصل في موسم 2022 غير الجوانب تعاون الإخوة في الأسرة الفنية من ممثلين ومخرجين وكتاب ومتعاونين، لكن برضو الجانب الإداري برضو يعني نحن لقينا دعم كبير جدا في شغلنا، لأنه برضو زي ما في جانب فني في جانب إداري وجانب بتاع تمويل وجانب اقتصادي، فتكامل العناصر دي كلها مع بعض هي بتخلينا نحن حققنا النسبة دي. إن شاء الله ربنا يزيده، والشي اللي عملناه ده يباركه ويزيده كمان يعني. وبرضو نحن عندنا طموح كان يعني بعد الشغل اللي اشتغلناه ده كله، نحن بنفتكر يا طارق لسه عندنا رينج بتاع 14% يفترض تكون ده السقف، لكن ده الشيء المستطاع في حدود الكوفيد وفي حدود المشاكل الكثيرة اللي مرت بها البلد وكده، لكن الناس اصلا ما وقفت. والحاجة المؤكدة هذا القسم او هذه الإدارة، إدارة الدراما في الإذاعة السودانية، هي الإدارة الوحيدة التي لم تتوقف اصلا عن العطاء منذ تأسيسها. يعني الأجسام دي بيحصل لها off and on، في حيات بتقيف مرات، المنوعات مرات، حتى شغل الأخبار بتحول لتقارير، لكن ظلت الدراما دي على يعني منذ تأسيسها كإدارة وكقسم في أول الستينات مستمرة في شغلها. ويمكن المرونة والعبقرية الإدارية الخططوها الآباء المؤسسين إنه نحن بنشتغل بمرونة عالية، يعني مثلا الدوام بتاع الأفندية اللي بينتهي الساعة 3 أو 3:30 أو 4، نحن بنبدأ ننتج في الزمن بعد الدوام. الطريقة بتاعت إجازة الأعمال برضه فيها مرونة، بتتكون لجان من المختصين، فيها ناس يمكن أحيانا بيكونوا من خارج الإذاعة عشان يعملوا شغل الإجازة وكده. فالحيوية اللي اتعملت للجسم من خلال التصميم الإداري فيه هو الخلاه يستمر وما يتأثر بالكثير يعني بالأشياء اللي بتطرأ على مستوى التغيرات في الإدارات أو في السيستم أو في المدير الجمنو والمدير الفات منه. فدي واحدة من الأشياء اللي احنا بنأكد لها. أنا بتشرف وأفخر بتقديم أخي الحبيب مخاوي، وهو عمل ورقة ريفيو أنا اطلعت عليها، عمل فيها عرض استقصائي تحليلي للإنتاج التم في موسم 2022، فيه عرض يعني سرد، فيه تحليل، فيه برضو بيانات يعني مهمة الناس تتعرف عليها وتناقشها. أنا فرصتي في التعقيب إن شاء الله بعمل، بس بنقول وبدي الآخرين فرصة يشاركوا معنا في التعقيب، لأنه أصلا زي ما قال أستاذنا طارق البحر دكتور البحر نحن جايين هنا عشان نسمعكم. شكرا لك الحبيب، تفضل. أول مرة
نحن نخش في حتة إنه دايرين نعمل شغلتنا صناعة. يعني السودانيين لتربيتنا يمكن لأسباب كثيرة جدا خجولين، يعني أحيانا ما بيقيموا نفسهم التقييم الكافي، ودي شفناها في كل مبدعين الكبار ديل. يعني لما تلقاهم يتحدثوا بيجوا بيقعدوا في آخر الصف هناك رغم أنهم محلهم أول الصف. يعني الزول الوحيد اللي كان مستوعب المسألة بشكل كبير كان عليه رحمة الله أستاذنا محمد الفيتوري. مرة جاء خاش في مصر كان ندوة مفروض يكون فيه هو وأحمد عبد المعطي حجازي ومعهم أنا الدنقل، فلقى كاتبين يعني أحمد عبد المعطي حجازي قباله جاي بعصايته والزول المعروف اللي كلنا بنشهده ذاك. فلما نجي في هنا لقى خاتين الجماعة دي قباله بالعصاية دقة في هنا كده واللقطه كل طبعا الناس وكمية من الناس والجيل بتاع الناس المتعلمين اللي موجودين في مصر وفي الصناعة دي قال لهم ايه ده يا ولا ازاي محمد الفيتوري يبقى تحت؟ لكن بقية ناسنا كلهم بكل عظمتهم بما فيهم نحن ناسنا ناس الدراما. وخليني انا اتكلم عن الدراما الاذاعية على وجه الخصوص، انا افتكر انه السودان قدم منجز ضخم جدا في الدراما الاذاعية. لو قورنا بالناس اللي حوالينا كلهم نحن نمرة واحد بلا يعني بلا تحفظ، ما لانه انا سوداني لكن هذه هي الحقيقة. نحن قدرنا في بلد زي السودان من المملكة السنارية لحد الآن ما حصل فيه استقرار على الإطلاق. يعني إحنا في حالة بتاعت حركة وقلق، وخلت حتى كثير جدا من الملامح والصور الذهنية اللي ترسمت عن الإنسان السوداني إذا كان في زيه أو كان في طعامه ابتدت تتغير. فنحن بلد في حركة متغيرة جدا، كونه تكون في حاجة من 53 لحد الآن هي قاعدة تحافظ على نفسها في زمن محدد، بتفتح الراديو بتلقاها شقالة، كل الحاجات واقفة هي شقالة. أنا ما بفتكر أنه ده this is credit for us. يعني يجب أننا نقيم التقييم الصح. نحن قدرنا نخلق بالمناسبة الدراما الوحيدة اللي موجودة في السودان اللي فيها أجيال. صحيح يمكن 30 سنة الفاتت دي خلت كثير من الناس يعني حصل جابس في حاجات كثيرة جدا وما حصل يعني مواصلة، لكن إلى حد ما الدراما الإذاعية كانت قادرة إن تكون تجيف، وإنه الرياح الكثيرة اللي بتحصل في التغيرات السودانية لو هبشتها هبش بسيط. فالتغيرات الكثيرة دي خلت الدراما عموما في السودان فيها مشكلة كبيرة، بدءا من الدراما السينمائية واللي هي كانت محتاجة لشرطين. الشرط الأول إنه تكون في دولة، الشرط الثاني إنه يكون في اقتصاد ثابت. للأسف الشديد نحن ما عندنا دولة من فاتوا الإنجليز، وما عندنا اقتصاد ثابت من فاتوا الإنجليز. يمكن لحد ما قبل التأميم اللي حصل في زمن جعفر نميري كانت في ملامح اقتصاد، لكن بعد ذلك بقى ما عندنا اقتصاد بيجوا. فدي خلت إنه ما تكون عندنا سينما. اجتهادات شخصية لبعض الناس، يعني الآن لو من الجيل بتاعنا الشداد لو فتشت عن الجيل الآن هتكتشف إنه ما في الناس في النص، ما في ما قبل شداد يعني ناس جضل جبارة و يعني الرشيد مهدي بتلقى ما في، يعني حتى الندلة ذاته ماتوا محصورين يعني. فلذلك ما قدرنا نعمل دراما سينمائية. الدراما التلفزيونية ظلت باستمرار هي نفسها في مشكل كبير جدا. المشكل الكبير ده مربوط بالسيد السياسي، هو رضيان عن شغل بيبقى، ما رضيان ما بيبقى. ويعني حتى الفترات اللي أزهرت فيها الدراما التلفزيونية اتضح انه هي كانت رغبة شخص واحد. يعني طيب مصطفى في فترته استفاد من واحد من الدراميين المهمين، معه ناس كتار، لكن خلينا نتكلم عن السر السيد. أنا أفتكر أنه الاستفادة من السر السيد ذاته ما لأنه كان يعني كان ده هدف أنه تكون في دراما تلفزيونية ثابتة ومستقرة، يعني ما هدف سيستم بتاع نظام، إنما هو هدف بتاع زول. كان الطيب مصطفى في الوقت ذاك مع شكلاتنا مع المصريين ومع غيره كان داير يعمل دراما
صادف في الحتة دي لقى زول يعني عنده قدرة في إنه يجذب الناس له وقادر يتجاوز. يعني في الفترة اللي اشتغل فيها الدراما في فترة الطيب مصطفى دي أنا بفتكر إنه فترة كان مشروع الطيب مصطفى اللي ساعده فوقه أخونا السر السيد، لكن ما كان مشروع دولة، بدليل إنه أول مسؤول بعد الطيب مصطفى محمد حاتم لما جاء أول ضحايا وكان السر السيد شالوا أبعده. فلذلك ما قدرنا نعمل حتى في للأسف الشديد بعد ذاك بعد ما محمد حاتم توقف عن دعم الدراما التلفزيونية، الدراما بقت مملوكة لشركات الإعلام. الدراما التلفزيونية بقت مملوكة لشركات الإعلام. أنت بتجيب كونتينت ما بالضرورة أنه هو يكون كويس ولا يكون كعب بتوديه لشركة، لكن بس لأنه عندك علاقات جيدة، علاقات عامة جيدة، أنت ممكن تمشي تجيب زول يدفع لك القروش. بعد ذاك المحتوى شكله أنت نفسك نجم ولا ما نجم، في شيء كويس، في إخراج كويس، في فنيات، دي ما مهم. يعني بالحد الأدنى المسائل اللي كانت بتمشي، وأنا أفتكر أنه دي واحدة من الحاجات اللي أضرت كثير جدا بالدراما التلفزيونية. الدراما الوحيدة اللي كانت فارق وفي تقديري هي ما لأنه كان اهتمام الدولة، بالمناسبة ما كان في مشروع بتاع دولة في السودان ده أصلا، يعني باستمرار كانت، لكن كان في حاجة اسمها الدراما الإذاعية قدرت تعمل كتاب، قدرت تعمل مفكرين حولها، قدرت تعمل ممثلين حولها، قدرت تعمل احتياطي بتاع صناعة. احتياط صحيح كلها كانت ماسكاها الدولة، لكن كان في احتياط بتاع صناعة، ولذلك نجت الدراما الإذاعية من التنشن ومن الكلام الكثير اللي الحركة الكثيرة اللي موجودة في السودان، وقدرت باستمرار تقيف. ويمكن المسألة دي دليلة بيكون وين في من الثورة لحد جاي. أنا أفتكر أنه أكثر فترة كان تمت فيها عدم ترتيب هي في الفترة دي، قرارات متحركة، المدراء متحركة، بس لو مسكتوا الإذاعة والتلفزيون هنا ده هتكتشفوا أنه مروا زي 20 خلال 3 سنوات ما قل من 20 مدير ونائب مدير. فلذلك كونه في ظل الزخم ده كله الدراما الإذاعية تقدر في خلال 2012 تعمل الشغل ده 22 تعمل الشغل ده، أنا أفتكر أنه دي لولا أنه الدراما الإذاعية كان عضومة قوي كان بيكون صعب جدا يحصل. أنا من خلال برصد بس النصف، بالمناسبة ده النصف الأول من 22 قلنا عشان النقاش يبقى سهل جدا. طيب خلال النصف الأول من 22 2022 الإذاعة أنتجت 4 مسلسلات، هي الشمس تغرب مرتين والجبل والنهر وبريغ الفال والكوكار وسلسلة هي حكايات شعبية و5 أفلام وتمثيلية، وقدرت تعيد للخريطة بتاعتها من المسرح العالمي، وقدرت تعيد للخريطة أين تسهر هذا المساء. أتذكر زمان جيلنا ده على الأقل الجريدة، الناس لما كانوا يشتروا الجريدة كانوا بيمسكوها من أين تسهر هذا المساء، اللي هي دور السينما، الجدول بتاع السينما وين. بعد ذاك في أوراق الحب، وخلال الفترة دي ورد الكتاب الآتية: عثمان جمال الدين عليه رحمة الله، محمد الشريف علي، عبد الناصر الطائف، منير عبد الله، منير محمد عبد الله، عبد العظيم محمد طيب، وليد عمر بابكر اللي هو ده الألفي ده الاسم الجديد، إيمان إبراهيم، مصعب الصاوي. خلال الفترة دي كمال عبادي، المخرجين كمال عبادي، صلاح التوم، طارق البحر، نادي أحمد بابكر، زكية محمد عبد الله، وبكر الهادي، يوسف عبد القادر، عبد العظيم محمد طيب، عاطف قطيري، محمد عليش. جونا معدين يعني زول زي الخاتم عليه رحمة الله، هو عدى قام بالإعداد الإذاعي للنص بتاع البريق والفال، وجونا ناس معدين جداد زي عاطف قطيري ومحمد عليش. الأعمال دي فيها أكثر من 60 ممثل وممثلة.
يمكن هو العدد ممكن يكون أكبر من كده، لكن في واحد من المسلسلات ما ورد فيه اسم الناس إطلاقا، يعني لأسباب يعلمها المخرج ما أورد اسماء الممثلين، فيمكن العدد ممكن يكون أكبر من كده. لكن خلينا نجي نناقش في شنو جديد خلال هذه الفترة، يعني على مستوى الأفكار. المسلسلات دي والأفلام والتمثيليات اتحركت ما بين التاريخي زي الجبل والنهر، وما بين الواقعي زي بقية المسلسلات الثانية دي، وما بين القصص الشعبي. فالجبل والنهر طبعا أخذ قصته مباشرة من التاريخ، ودي حتى حنجلها، والحكايات الشعبية اللي هو ده مخزن كبير جدا. المرة دي خش في الإذاعة السودانية بشكل طوال فترة رمضان، وإضافة اللي في حاجة تانية حصلت اللي هو ده بفتكر انه هي دي تجربة انا حفرد لا ليتر اون براها كلام، اللي هي الاستفادة من الوثائق. يعني كيف الدراما تقدر تبني نفسها وتبني جسمها على واحدة من الوثائق. دي حصل في المتحف، كتابة عبد العظيم محمد طيب وإخراج عبد العظيم محمد طيب. لكن أنا بتكلم عن الأفكار، يعني التاريخ الواقع الاجتماعي اللي هو ده يعني ده يمكن الفيض اللي بتشتغل فوقه معظم المسلسلات والدراما دراما الراديو. لكن إلى حد كبير إن إحنا عندنا تقصير في الحكي الشعبي والأساطير وفي التاريخ. الجبل والنهر أنا حريص أني أقف على الوجهة دي، لأنه أفتكر أنه داير هي تبقى فيه مقترحات. الناس لحسن الحظ الناس الهند كلهم مهتمين ومتخصصين دايرين ننضم فيها شوية، اللي هي التاريخ. يعني من خلال العشر سنين الفاتت حصل عندنا حاجتين مهمات جدا مروا مرور عابر جدا على الدراما. الحدث الأول هو الحدث بتاع شارلي بوني لما عمل الندوة بتاعته هنا في فندق الفاتح في الوقت ذاك، وأثبت أنه الحضارة السودانية هي الحضارة الأقدم في العالم. الحدث الثاني مجموعة من الدكاترة لما أثبتوا عن طريق البحوث والدراسات عن طريق الدي ان اي أنه الدي ان اي بتاع الإنسان السوداني هو الدي ان اي الوحيد اللي ما عنده ريفرنس. ده معناه أنه البني آدم زي ما قال عمي كوة الله هارون الله يرحمه، آدم وإيه حوا نزلوا هنا. للأسف الشديد نحن ما وقفنا فيها كثير. الآن حتى وأنا حريص على الكلام في التاريخ، لأنه بفتكر أنه واحدة من الحاجات الكبيرة في مقاتلنا السودانية التاريخ. نحن توارثنا سواء كان تاريخ قديم أو تاريخ جديد أو ما كتب أو ما كتبته، معظم التاريخ الحديث كتبته المخابرات، ودي خلقت كثير جدا من الفجوات. لما تيجي دراسة زي دراسة الدي ان اي، ولا لما يجي كلام زي كلام شارلي بوني عن انه نحن الاقدم في الدنيا والتاريخ بيقول كده واثبت ذلك وما نلقاها في الدراما بتاعتنا، انا افتكر انه دي دايرة لها شوية بتاعت نقاش. لذلك كنت سعيد جدا لما الجبل والنهر هو تكلم عن الثورة المهدية من زاوية شيرشل اللي هو الكتاب بتاع ريفا وور. أورد يعني هو ريفا وور ده في النهاية الزول ده كان مراسل حربي، شرشل ده كان مراسل حربي وكتب كده كتب كده وكده فلقوا داوة، وكان حريص في إنه في النهاية إنه في كانت مركزية بتاعت هيمنة بتاعت أفكار عند المؤرخين اللي يتكلموا عن الحضارة المصرية وعن المصريين نفسهم اللي هم في الوقت ده كان رضينا كما بينهم كانوا أكثر علما وأكثر نشرا وأكثر قدرة على الترجمة وإلى آخر إلى آخر إلى آخر. فديل قاموا خلوا ناس كتار جدا يظنوا أو يعتقدوا أنه الحضارة السودانية دي هي هامش للحضارة الفرعونية، وده الحاجة اللي أثبتها بعد ذاك شارل بوني أنه الحضارة السودانية هي مركز وهي اللي شالت منها الحضارات الثانية.
فلذلك لما نيجي بعدين الثورة المهدية دي اتكتبت فيها كلام كثير، اتكتب فيها كلام كثير جدا سبب في كثير جدا من النكسات اللي بنعانيها نحن الآن في السودان. الكتابات اللي تمت دي ما تمت لها مراجعات. فلما تيجي أبحاث علمية ولا بحوث تاريخية وآثارية تثبت أنا خلي الإذاعة السودانية دي من الحاجات اللي أنا أجيبها في التوصيات، لكن الإذاعة السودانية بدت تنتبه لضرورة إنه الدراما أكثر تأثيرا من أي شيء تاني، ما في اثنين ثلاثة الآن. يعني حتى نحن في السودان هنا ده هسي لو دايرين لهم إعلام بيقوموا بيجيبوا غروني ده، أصلا ما بيجيبوا لعب كورة ولا بيجيبوا نجم مجتمع زي كمال آفرو ولا بيجيبوا حيجيبوا بتاع الدراما ده. ما جابوا غروني بيجيبوا منى، ما جابوا منى بيجيبوا ميسون أو عبد الحفيظ أو قدير أو أمير. دي معناها هي الأكثر تأثيرا. طيب لو ان احنا مشينا في الخضه في حكايه انه الدراما الاكثر تاثيرا خصوصا الدراما الاذاعيه، يعني الان انا لو ما احترامي للتلفزيون صحيح حصل بقت في لو في بلدان تانية في نت انت في اي حته ممكن تفتح وتخش تلفزيون، لكن في السودان صعب جدا تخش. لكن بتنقلك زور راكب له تور ولا جمل ولا حمار ولا كارو والرادي جنبه شغال بالمناسبة، بتلقاه في حتات كثيرة في السودان. فلذلك هي عندها قدرة على المخاطبة. لو الإذاعة تبنت النوع ده من المشاريع زي ما هي بدت فيها عن طريق أنا عرفت أن استكتبت الوقت داك بروف عثمان جمال الدين وأخونا عبد العظيم قام بالحتة دي ذاته لأنه استفاد من حاجات تانية، فدي أنا أفتكر أنه الخط يجب الله ينقطع ويجب انه نتعامل معه ونحن ذاته بجديه اكثر ببساطه شديده، لانه نحن كمواطنين سودانيين ما عندنا طرف الحريه، حريه الكاتب يكتب الشيء اللي دايره في اي وقت. يعني انا مع حريه الكاتب، لكن انت في بلد زي السودان بلد فيه مشاكل عنصريه، مشاكل بتاع تعليم، مشاكل بتاع تباين سياسي، يعني لو قدرت الدراما مشت عليه الحاجات اللي بتجمع، أنا بفتكر إنها ده دورة اللي يجب إنه تقوم بها واللي بدته الآن ويجب إنها تستمر فوق. خلال الأعمال اللي أنا شفتها دي كلها أنا بتكلم طبعا عن ملاحظات عامة لأنه بفتكر إنه نحن محتاجين نراجع مراجعات عامة. الحكايات شعبية أول حاجة أنا يعني شاكر لأنه الإذاعة السودانية اهتمت بالحكايات الشعبية، ودي ده دور برضو مفترض يمشي لقدام عنده علاقة بالتوصيات. نحن في بلد زي السودان ابتدينا نفقد، لأن معظم الثقافة السودانية ثقافة شفاهية، فالثقافة الشفاهية دي بعد فترة في مكتبات كثيرة بتموت تحت التراب وما تكون تسجل لها. لو ما انتبهت المؤسسات الكبيرة زي الإذاعة السودانية لهذا النوع من الثقافة وجمعته ببساطة شديدة نحن بعد فترة من نلقى رقبتنا ما في. الحاجة دي بالمناسبة حتى عند عائد اقتصادي، الإذاعة السودانية لو ابتدت تشتغل في الشغل بتاع الحكايات الشعبية بعد فترة ممكن تجمع كتاب، يعني نسمي كتاب سنوي، كتاب اسمه الحكايات السودانية اللي جمعتها الإذاعة عن طريق كتابة عن طريق الناس اللي بيجوا بيشتغلوا لها دراما. ده ذاته ممكن بعد ذاك يكون مؤثر جدا في الحياة السودانية في الثقافة السودانية. يعني الدراما الإذاعية بالمنهج ده لو واصلت فيه بعد فترة احنا حنلقى رقبتنا عندنا عدد كبير جدا من القصص والحكايات الشعبية السودانية اللي موجودة في الإذاعة. المخرجين في الأعمال دي يعني فيهم ناس ما بقدر أقول رواد، يعني كمال عبادي هو في الجيل الوسيط، صلاح التوم برضو في الجيل الوسيط، لكن في ناس شباب دي بتعجب قطير قطو شك. يعني عليش وقطيري ديل ناس خشوا الحقل بتاع الانتاج الإذاعي. وقدير اعترض على حكاية الشاب لا قدير ما لأنه ولد صغير ما غدير لأنه ولد صغير فلذلك ما معنى
شايف في ناس ابتسموا برضه يعني. هذه عجبتهم. فال المسلسلات دي والبرامج دخلوا فيها أجيال جديدة. يعني أجيال أنا آخر زول ما أعرف أظنه عبد الواحد أظنه أكبر الناس ولا الأقدم. أنا بعرف إنه أقدم من غوراني في 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 اللزاع. عبد الواحد. فأنا يوسف يا دوب عمل 66 سنة ما كبير. فعبد الواحد يعني الأعمال دي بدت من الناس عبد الواحد وانتهت بأجيال صغيرة. يعني أنا في أسماء أول مرة شباب اللي هو وردوا في بالذات في الأعمال الأخيرة في البرامجية في أربعة وخمسة رصدت أربعة وخمسة شباب وشابات واللي هي دل لولا إنه اتسعت الرقعة بتاعت النشاط الدرامي كان بيكون صعب نحصل عليهم. الممثلين والكاستنج اللي تم للمسلسلات دي كلها تقريبا أكثر من 60 ممثل ومسلسل وممثلة فيهم أكثر من 10 شاب وشابة جداد. وافتكر إنه نحن من قبل 30 سنة ما دخلنا وش جديد. دي 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 واحدة من الحاجات اللي افتكر إنها مهم جدا الناس يقفوا فيها ويدعموها لقدام. لأنه يعني ببساطة شديدة الناس اللي علمونا الشغلة دي نصهم مات. ونحن يعني الأعمار ما معروفة لمنو لكن نحن كجيل ممكن نموت في أي لحظة. ما لم الحرفية في الكتابة والحرفية في التمثيل وحتى في التسجيل أخونا أخواننا عبد العزيز ديل. لأنه بالمناسبة ما كل فني ممكن يشتغل دراما. الحاجة دي الناس بيعرفوها أنتم بلا شك. والأيوة يعني منحتاج لهذا الجيل لأنه الصناعة بتاعت الراديو دي أن إحنا قدرنا يعني الحاجة الوحيدة في السودان الدراما الوحيدة أن إحنا قدرنا نعملها صناعة حتى الآن رغم تحفظي على كلمة صناعة بالمفهوم العريض يعني لكن على الأقل أن إحنا قدرنا نعملها عند مواريسة وعند ناي والآن بتعمل في شيء جديد. رغم أنه الدراما الإذاعية أكثر دراما على الإطلاق وبلا تحفظ اتنشرت في السودان لكن لا توجد كتابات راتبة ولا حتى أحيانا عابرة عن الدراما الإذاعية. يعني في 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 ممثلين وفي كتاب وفي مخرجين عملوا إنجازات ما يعني لو جزول تاني خش المكتبة بتاعتنا دي شاف الدراما الإذاعية حتى لو شغلنا الأخي الكلام اللي نتكلم عنه عن 22 هيكتشف إنه نحن عملنا حاجات عظيمة لكن ما في دراسة ما فيش دراسات نقدية عن الدراما الإذاعية ودي للأسف الشديد هتخلينا نفقد أشياء كثيرة جدا غير لأنه التطور لأنه في النهاية اللي بدعت ثلاثي الضلع الثالث ده هو النقد. غياب النقد الدراما الإذاعية ده بفكر أنه أورثنا بعض المشاكل اللي نحن محتاجين أنا هتكلم عنها. واحدة منها انه مرات كثيره نحن نعمل الكاستنج اكوردنج لاخر ناس الزو شافهم في الحوش. يعني في ناس كده مثلا انا عباس الزبير ده لو مشيت هسي في الهيستوري بتاع الاذاعه احتمال تلقاه 4 ولا 5 ولا 10 سنه اللي ورا ما جاء يمكن لانه هو بعيد من العين بعيد من الكاست. فدي واحده من الامراض اللي ممكن تمثل لو كان في نقد كان بيأثر فيها. في حاجة تانية اللي هو بفتكر انه الإذاعة السودانية خشت فيها بالذات في بعض الأعمال وفي مسلسل الكوكر انه ابتدت تجيب او لغات سودانية. دي طبعا حكاية شعبية لقدام لو نحن مشينا في الاتجاه ده حكايات شعبية غصب عننا هتدخلنا في الحتة بتاعت الحكايات الشعبية. انا بفتكر انه اخواننا ما احترامي لاخواننا في مواليد درمان لكن لغة درمان خلاص وصلت الحيطة وصلت الحياه تماما محتاجه للغات تانية. يعني في حاجات كده الناس ممكن ما ينتبهوا لها المفردات اللي احيانا بتقع من اخونا احمد تي في خطاباته دي في ناس كتار كده بيقعدوا يتلفتوا لانه الثقافه بتاعت درمان ما منتبه للحته دي. لما تيجي دراما تتكلم ب يعني قبل كلمه مثلا زي هي اختي ولا زي مثلا الاغنيه بتاعت الحكايه الشعبيه بتاعت
أبو موسى بتنجي تا من الغربة سلام عليك، ولا حتى في تيلم 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 دانيو دانو دانو سقرقر سقرقر مصران ناس إيه ديلا تقوني رمونين حسبي كتالوني تاري سلهوني. يعني لغة زي دي فيها كمية من الغناء الريتشنس. يعني بفتكر إنه يفترض بعد كده الإذاعة السودانية تعمل إنجيكشن باللهجات دي غربا شرقا يمينا شمالا، يجب انه تحصل. ودي ما بتحصل الا تحصل حاجتين. الاذاعه السودانيه يجب انه بشكل ثابت تكون عندها فترات بتاع تدريب للهجات السودانيه، حتى لو تجيب الممثلين تدفع لهم قروش. ايوه واي نوت، تدفع لهم قروش عشان الورشات الورش بتاعتها، لانه نحن عندنا مفهوم مغلوط. يعني ناس بيقول لك والله دي لهجه دارفور، ولا دي لهجه الجزيره، ولا دي لهجه كردفان. ده ما صحيح بالمناسبه. شمال كردفان الكبابيش لهجتهم بتختلف من دار حامد، بتختلف من الحمر، بتختلف من المسيرية وهكذا. نفس الحكاية دي قيسة على حتات كثير، حتى في الشمالية دي رغم أن الناس كتار بيقولوا بيفتكروا أنه هي حاجة واحدة، لكن لو مشيت على الرباطاب تلقى لهجتهم مختلفة من الشاقية، ولو مشيت على الضناقلة لهجتهم مختلفة وهكذا. يعني إحنا محتاجين نغني اللغة بتاعة الدراما الإذاعية بالانفتاح عليه أفكار وعليه لهجات من خارج الخرطوم. ودي بفتكر انه واحده من الرسائل المهمه جدا اللي المفروض تقوم بها الاذاعه السودانيه، وبدون حساسيات. يعني بدون حساسيات نحن بنحتاج، بفتكر انه الدراما الاذاعيه دي زي ما قدرت تعمل الاختراق الاول في حاجه انه حاجه سودانيه تستمر فتره طويله جدا وتمشي لقدام، عليها الان تتبنى واحد الكتاب عن التاريخ. انا افتكر انه اي كتابات عن التاريخ، التاريخ الحقيقي ولا التاريخ اللي ممكن نقول عليه نص تاريخ، حتودي الناس لحتى ده. خلينا في الحاجات المشتركات. يعني الان التاريخ ده كله بيتكلم انه السودانيين ديل الناس اللي قاعدين في حلفه هناك، والناس اللي قاعدين في الجنينه، وناس هم كلهم كوشين. انا افتكر انه نحن كدراما لو مشينا في الاتجاه ده وده دورنا من يعني بالمناسبه الايمج بتاع الامريكانز عملته السينما. أنا إحنا ما عنده قدرة السينما على الأقل في الفترة دي، لكن عندنا قدرة الإذاعة دي. الإذاعة اللي بتصل الزول في أردمتا، واللي بتصل الزول في أطلع برا، واللي بتصل الزول في سلام تلبي، هي دي سلاح مهم جدا. لو أن إحنا عرفنا اشتغلنا باستراتيجيات، الخطة اللي بدته الإذاعة السوداني فيما يتعلق بالتاريخ بالحكاية الشعبية دي، أنا أفتكر أنه ده خط يجب أنه نمشي فيه كثير، لأنه عنده إضافته، واللي هو نحن زي ما شكلنا الوجدان السوداني. الحديث عن المنتديات أو المزرعة بتاعت الوقوف والمراجعة والترتيب وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات في بخصوص الدراما، أنا أفتكر إنه دي من الخطوات المهمة جدا جدا، اللي هي المسألة بتاعت إحنا قدمنا شنو وبيات وطريقة وكيفية المراجعة، وزي ما احنا بنقول انه نشوف المشاكل الاشكاليات اللي كانت حاصلة والنجاح كان وين، عشان الناس تبني عليه وتمشي لقدام. انا بفتكر دي خطوة مهمة جدا جدا، مهمة خالص خالص. يعني تحية لأسرة الدراما، ويمكن انا من الناس اللي اشتغلتها في رمضان الفات برنامج مسلسل الشمس تغرب مرتين، تأليف عبد الناصر الطايف أحمد عبد الناصر، أنا اشتغلت له ممكن أكثر من 4 مسلسلات، مدمة فاطمة وخطوة في الظلام وشاك تحت التمرين، كلب فيه برامج مسلسلات كثيرة. يعني من الناس اللي يمكن بيتميزوا بالمسائل بتاعت البنية الدرامية القوية جدا وتحديد الشخصيات والأطر بتاعتها. يعني من السهل جدا فهم الشخصيات اللي بيرسم عبد الناصر الطايف أحمد، اللي هو من الناس المعروفين جدا في مجال الدراما. وأنا اشتغلت طبعا للخاتم عبد الله، واشتغلت لرحم سليمان مسلسلات، لكن في اللون الأخير ركزت على عبد الناصر في شغل كثير. يعني والدراما الإذاعية من الحاجات اللي أنا بفتكر إنه دي من الأركان الأساسية في الإذاعة السودانية. يعني معروف إنه مسلسل الساعة 5:15، خلاص مسلسل الساعة 5:15 أسوأ، يعني يمكن تغير شوية بقى 4:15، لكن هو اسمه مسلسل. الناس دائما بقول لك المسلسل الساعة 5:15، فده مهم جدا جدا.
مسلسل 5 إلا ربع، لأنه السودان كله بيعرف إنه عالم الرياضة ده وقت هذا المسلسل 5 إلا ربع ده الدراما. تسمع مطلوب نستمعون، تسمع حقيبة الفندي معناه يوم الجمعة، تسمع نشرة 8، هي اسمها نشرة 8 مش الساعة 8، نشرة 8. فبالتالي الدراما 5 إلا ربع دي الوقت اللي بيحدده، اللي هو حدده المزاج السوداني ذاته أساسا، ومسألة المتابعة والتلقي في الإذاعة. مسلسل الساعة 5 إلا ربع مهم جدا، وإحنا من الناس مما كنا طلبة بنتابع 5 إلا ربع مسلسل. الطلبة بزمان يعني ما زمان جديد بالمناسبة. فكنا بنتابع من خطوبة سهير وكشوك ناصية، وكنا بنتابع مسلسلات كثيرة، وكنت بشارك في مساعد مخرج في حتى الدهبايا، معلش يعني زمن بعيد شوية، لكن برضو كنت مساعد مخرج فيها، وكنا بنسمع ناس قطر الهم. ده كله كان مربوط الساعة 5 إلا ربع. فيا ريت انه اسد الوقت الندوة دي او المنتدى في الطرح، ما بيطرح في هذا الموضوع، ونتمنى يعني التوفيق للجميع ان شاء الله. انا اعتقد انه ما ينقص العمل الاذاعي عموما والدرامي تحديدا هو اعمال العقل النقدي. ومن الزاويه دي انا بفتكر انه خطوه المنتدى التقييميه والنقديه دي خطوه صحيحه، يجب ان يتبعها وتستكمل بأدوات النقد الثانية، من ورش تقييمية، ورش تدريبية، أن تكون مسألة راتبة، أن يأتوا للمنتدى بخبرات وقدرات من خارج حوش الإذاعة. لأن واحدة من إشكالات الإذاعة عموما والدراما الإذاعية إنها هي منغلقة في كادر ظل يشتغل فيها لأكثر من 50 سنة، بالتالي غابت حساسيات كثيرة في التقييم وفي حيث الموضوعات، في حيث شكل الكتابة، شكل الإخراج، كل العناصر الفنية. محتاجين أن نكتسب الحساسيات دي بطريق إنه نعمل منتديات راتبة، لكن نستعين بخبرات وقدرات من خارج الكادر بتاعنا. مهم جدا إننا نتكلم عن الفنون، تحديدا الفنون الدرامية والفنون المسرحية، لكن المميز في الليلة دي والمميز في الجلسة دي إننا هنتكلم تحديدا عن الدراما الإذاعية. الدراما الإذاعية معروف إنها بتغطي مساحات كبيرة جدا من جغرافية السودان. الأغاليم تحديدا تستمع من بداية البث الصباحي للإذاعة السودانية وتنتهي بانتهاء البث. يعني الإذاعة السودانية درجت في كل عام أو في كل خارطة برامجية جديدة إنها تدي مساحة كبيرة جدا للدراما الإذاعية. وبالنسبة للدراما الإذاعية هي طبعا بتتحرك في مساحات مختلفة، بتتحرك في الدراما الاجتماعية، الدراما الدينية، والدراما برضو التاريخية، وفي بعض البرامج الثانية الاختصاصات مختلفة لكن بتستعين برضو بالدراما والشخصيات الدرامية. معروف انه الفنون لا تنفصل عن الحال في البلد عموما، يعني لا تنفصل الفنون عن السياق السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في البلد، لذلك تأتي اهمية الدراما الاذاعية في انها كيف ترسل رسائل مختلفة بالنسبة للمجتمع السوداني، كيف تساهم بصورة كبيرة جدا في ترقية المجتمع السوداني. ونحن في الفترة دي فترة صعبة جدا على السودان، فترة صعبة جدا على التحول الديمقراطي، فترة صعبة جدا في إنه كيف المواطن ذاته يواجه غلاء المعيشة، يواجه خلينا نقول إنه في غزو ثقافي كبير جدا بالنسبة للسودان وبالنسبة للمجتمع السوداني. لذلك يأتي دور الفنون عموما، لكن تحديدا نحن الإذاعة السودانية راجين منا الكثير في إن تضع خطة واضحة، استراتيجية واضحة بالنسبة لمساهمتها في الفترة دي، فترة التغيير. والتغيير شنو؟ والتغيير الاجتماعي اللي نحن بننشده كلنا، التغيير الإيجابي اللي هو دائما ما يغير في الشخصية السودانية من خلال العادات، من خلال التقاليد، من خلال بث روح الإيجابية للتغيير نفسه وتقبل الآخر. عارفين إنه في الفترة الأخيرة إنه إحنا عندنا حاجات كثيرة تصدرت لنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال برضو بعض التكتلات القبلية. خلينا نقول إنه الدراما الإذاعية دحضت خطاب الكراهية
وضحضت أيضا خطابات كثيرة هي عايزة تبقى من أولويات المرحلة، لكن الدراما الإذاعية ساهمت بشكل كبير جدا في مناحي مختلفة من الحياة. عشان كده الليلة أهمية الدراما الإذاعية، لازم الدولة تنتبه للدراما الإذاعية، تنتبه للفنون الدرامية المختلفة، تنتبه للمسرح. أعطيني مسرحا أعطيك أمة، لكن الإذاعة تسيطر على قطاع كبير. في الناس اللي لسه ممتلكوا أجهزة تلفزيون، في الناس اللي لسه ما بيعرفوا مواقع التواصل الاجتماعي، إذن تبقى الإذاعة والدراما الإذاعية هي الركيزة الأساسية والركيزة الأولية اللي بيتكوا عليها كثير جدا من المستمعين، باختلاف ثقافاتهم، باختلاف أعمارهم، باختلاف مستوياتهم حتى الاقتصادية، وبعدهم عن المركز في أماكن مختلفة من السودان. لذلك كان اليوم لازم نأكد على أهمية الدراما الإذاعية. إذن كلنا نحن كمبدعين وكفنانين وكدولة برضو ليها مهامة وواجبات تجاه المؤسسات الرسمية اللي بترعى الدراما الإذاعية، إنها تقيف مع الدراما الإذاعية وقفة كبيرة جدا، لأنه نحن عايزين مجتمع سليم ومعافى. شكرا جزيلا لتحت هذه الفرصة للتحدث عن الدراما في الإذاعة والتلفزيون، رغم أنه اليوم خاص باليوم بتاع الإذاعة، وبعد ذلك إن شاء الله نص التلفزيون كمان يسرع عملوا لنا مثل هذه الجلسات النقدية والتفاكرية لإصلاح حال الدراما عموما على مستوى الإذاعة والتلفزيون وحتى في المسرح يعني حقيقة. وهذا العمل نحن نحتاج له، ومنذ وقت يعني بعيد الناس كانوا يتنادوا لتهيئة القطاع بتاعهم، وأنا أفتكر يعني في الظروف الحالية بتاعت البلد دي يفترض كل قطاع يهتم بالشغل بتاعه ويجهز التوصيات والأجندة بتاعته اللي ممكن يحرك بها الشغل ده. وأنا شاكر ومقدر لأخواننا في الإذاعة أنهم انتبهوا للمسألة دي، وقيمت عدد من الورش التأهيلية على مستوى اختيار الممثلين ووضع أسس جديدة للتعامل ودعم الوسط الفني بأصوات جديدة، أصوات نسائية، أصوات رجالية طبعا. ونأمل في أنه مثل هذه الورشات تتتابع وتخرج توصيات قابلة للتنفيذ حقيقة، لأنه هذا العمل هو العمل الأهم في مثل هذه الظروف، أنه تتوجد بنية هيكلية ممتازة ومحفوفة بقوانين وخبرات عشان العمل يمشي لقدام. وأنا بفتكر كل ناس زي ما بقولوا الجمرة بتحرق الواطية، نحن واطين الجمرة بتاعت الدراما الإذاعية والتلفزيونية والمسرح، فلذلك كل هذه القطاعات محتاجة لأعمال وورش يتنادوا فيما بينهم يعني يشوفوا حالهم الحاصل شنو يعني، ويخطوا أسس للتعامل مع الأمور الحاصلة دي يعني. وأنا بفتكر الإذاعة عندها تاريخ مجيد وتاريخ كبير، للأسف يعني حصلت اختلالات في أزمنة مختلفة على مستوى التغيرات السياسية بتعمل يعني أثرها على المجتمع عموما، وخاصة في الدراما. أنا بعتبر دائما أنه الفنانين هم حائط الصد الأول لكل الانتهاكات التي تحصل في الوطن يعني حقيقة، فهم مطالبين بأنهم يعني يركزوا زي ما يقولوا ويؤسسوا لبنيات مستقبلية، لأنه الجيل الجاي ده يفترض يلقى أسس يتكي عليها ويستمر. شاكر ومقدر، وأتمنى أن تستمر مثل هذه الورشات النوعية، لأنه ده بتبقى سند حقيقي لتطوير فنون أهل السودان. والإذاعة طبعا هي ذاكرة الأمة السودانية حقيقة، فهي أولى، والدراما بالذات هي المرآة، مرآة الإذاعة السودانية، وبتربط النسيج الاجتماعي للمجتمع والفسيفساء السودانية في مختلف أشكالها المناطقية والجهوية والطائفية حتى. فالإذاعة واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية، لذلك نحن حريصين عليها، حريصين أنه ندعمها ونوقف على حيلها وتمشي على أسس. إذن مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهاية هذا المنتدى، منتدى الدراما الإذاعية في السودان هنا بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون. حتى اللقاء، عمر سوار الذهب، سوداني 24.